النهارده احنا كنا في النادي البحري مع جمعية البحرية لتنمية التجارة في اسكندرية، وكان لقاء متميز. حضروا مجموعة من القباطنة والمتخصصين في أعمال البحار وعلوم البحار وعلوم الشحن البحري ومجموعة من العلماء، وكان لقاء متميز جدا، لأن مشروع قناة طابة العريش أو الممر الملاحي من بين طابة والعريش بيعتبر من أهم المشروعات في القرن 21، واللي بيأثر على النقل البحري والتجارة البحرية بدرجة أولى. لدرجة والنهارده هم أعلنوا إن هذا المشروع هو سيحول مصر من دولة لها نشاط بحري إلى دولة بحرية 100%، وتعتمد على النشاط البحري هيتحول إلى 80% من الدخل العام للدولة هيجي من النشاطات البحرية. وكما أنه أضاف النهاردة أن هذا المشروع هيغير المقاييس والمعايير العالمية للنقل البحري في العالم، وبالتالي هيوفر فرص عمل كبيرة جدا من الناحية للقباطنة وللمهندسين وللتجارة البحرية والشركات العالمية والوكالات الملاحية، مما يعود بالخير الجم على شعب مصر وخصوصا في قطاع النقل البحري. هناك عدد من المستشارين الكبار على رأس هذا المشروع يضم أكثر من 16 مستشار وعلى رأسهم عدد كبير، ماذا أقروا في رأيهم حول هذا المشروع؟ أولا احنا اشترك معنا فعلا أكثر من 16 عالم هم علماء وخبراء في مجالات متخصصة. هؤلاء العلماء كلهم أفادوا أن هذا المشروع قابل للتنفيذ، وليس هناك ما يعوق تنفيذه سواء من ناحية الجيولوجية أو من ناحية الزلازل أو من ناحية التربة أو من ناحية البيئة، السيول، موارد مائية، الشحن البحري. تم عمل دراسات مستفيضة وعملاقة كلها عقول مصرية وطنية 100%، زائد أن المشروع نفسه فكرة مصرية 100%. هذه العلماء دول علماء يعتبروا علماء العصر، كل واحد في تخصصه رقم واحد مش رقم اتنين كمان يعني، ولكن الكل كان بيتضافر جهود علشان ده المشروع اللي المصريين ان شاء الله هيلتفوا حواليه يكون المخرج لمصر من كل ازماتها باذن الله. بحضور العلماء والخبراء سبق وان عقدتم مؤتمر خاص للاعلان عن القناه. نعم. ما هي الخطوات العمليه التي تم اتخاذها بعد هذا الاعلان الذي لم يرى النور حتى الان في خطوات تنفيذيه؟ وما الذي يعوقه حتى الان؟ طبعا احنا عملنا 3 مؤتمرات علميه، اخرهم كان مؤتمر علمي في 7 مارس. وتم توصيه المؤتمر، خرج بتوصيات ان يتم تكثيف المؤتمرات الجماهيريه والعلميه والاعلام لكي يكون المشروع في حيز التنفيذ. طبعا لا يخفى علينا الوضع الحالي في مصر، احنا عرضنا المشروع على المجلس العسكري، عرضنا المشروع على الجهات المسؤوله، ولكن الوضع الحالي في مصر ان شاء الله بقدوم باستقرار البلاد وقدوم رئاسه جديده هيجد المشروع ان شاء الله طريقه للنور بفضل الدعم الشعب المصري لهذا المشروع ودعم الشرفاء من كتيبه الاعلام لهذا المشروع. هل تواصلتم مع احد مرشحي الرئاسه حول هذا المشروع لكي يكون مشروع وطني عملاق لمصر في الفتره القادمه؟ والله يعني معظم المرشحين اعتقد انهم سمعوا عن المشروع، ولكن التفاعل لم يتم الا من السيد ابو العز الحريري اللي عرضوا قبل الترشيح للرئاسه، عرضوا قعدوا مجلس الشعب في المجلس علشان بطلب احاطه، ثم الاستاذ ياسر القاضي النائب ياسر القاضي ايضا عمل طلب احاطه لمناقشه هذا المشروع داخل مجلس الشعب، ولكن احنا شايفين طبعا الظروف اللي احنا بتمر بيها البلد ان شاء الله بعد الاستقرار هيكون في وضع تاني باذن الله. هل يحتاج المشروع الى تشريع من مجلس الشعب لكي يكون مشروع خاص بالدوله عامه؟ المشروع يحتاج الشعب المصري الاول، الشعب المصري هو المشرع الاساسي، بان الشعب المصري يتضافر حول هذا المشروع، كما ان المشروع الشعب المصري وقف في ايام السد العالي ورا جمال عبد الناصر، هذا المشروع هيفيد البشريه كلها وهيفيد مصر، فالاول يبقى الراي العام المصري هو المشرع الحقيقي لهذا المشروع. وماذا بعد الوقوف الشعبي وراء هذا المشروع؟ الخطوات العمليه اعتقد ان هل تبدا من مجلس الشعب؟ اعتقد ان هيتم تنفيذه في اسرع وقت اذا حصل ليه حشد شعبي، لان المشروع على 3 مراحل وقرار تنفيذه هيبقى قرار تنفيذي بالدرجه الاولى مش تشريعي.
لا يحتاج الى قرار من مجلس الشعب للبدء في تنفيذه؟ يحتاج، لا هو محتاج قرار تنفيذي. يعني دي من الاعمال التنفيذيه من مجلس وزراء ومن الرئيس القادم. ماذا تقول للرئيس القادم حول هذا المشروع؟ بقول له مصر امانه في رقبتك، وهذا المشروع هينقل مصر نقله حضاريه، هتجعل مصر زي ما احد العلماء قال في مصاف الدول المتقدمه. فالفرصه قدامك لكي تثبت مدى اخلاصك لشعبك ومدى حبك لمصر بتبني هذا المشروع من اجل توفير فرص عمل، حل كافه المشاكل من البطاله، وفتح فرص عمل، وفتح مصدر دخل جديد للموازنه العامه المصريه يستمر مدى العمر. حول سباق الرئاسة، كيف ترى الوضع الآن في سباق الرئاسة، ومن في رأيكم سوف يصل إلى الجولة الأخيرة؟ أعتقد أن كل المصريين دلوقتي مشغولين بالسؤال دوت، وكلنا مش عارفين مين اللي هيوصل في الآخر، مستنيين بس أن الأمور بتتغير بين ساعة وأخرى. ترشيحكم للمتقدمين في الجولة الأخيرة، من سوف يصل إلى الجولة الأخيرة؟ أنا حدي صوتي للي أحس أنه هو مننا، أحس أنه هو بيحب مصر أكتر من نفسه، أحس أنه وطني، أحس أنه هو عادل، أحس أنه صادق، أحس أنه جريء، أحس أنه قوي، أحس أنه حازم، أحس أنه هو إنسان صادق بيطبطب على الغلابة. الغلابة تعبه كتير قوي. أحس أنه يكون عنده رؤية مستقبلية لمصر، عارف شايف مصر إزاي، مش مجرد كلام، عايزين مشروعات حقيقية، مشروعات نهضوية. الأقرب للجولة الأخيرة من المرشحين؟ بصراحة لسه ما كونتش رأيي لغاية دلوقتي، لأن لسه يعني لم تتضح الرؤية حتى الآن. حتى الآن أو مثلا عدد 2 أو 3 من المرشحين، يعني خلي السؤال ده للأيام تثبته، نشوف في الآخر هنوصل ليه.